توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بالشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على الاهتمام والمتابعة لجهود الهلال الأحمر المصري. وتابعت وزيرة التضامن جهود تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، حيث شملت المساعدات الإنسانية التي تم تسلمها لتقديمها لقطاع غزة أكثر من 24 ألف طن مساعدات.